نظم معهد البحرين للتنمية السياسية محاضرة بعنوان مكتسبات حقوقية وإنجازات حضارية، أقيمت ضمن برنامج الوعي الوطني. واستعرض سعادة السفير الدكتور يوسف عبد الكريم بوتشيري خلال المحاضرة مراحل التطور التاريخي لمنظومة حقوق الإنسان بالمملكة في السياق الوطني، والتي تمثلت في تولي حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم مقاليد الحكم وتدشين المسيرة التنموية الشاملة المرتكزة على الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وإقرار ميثاق العمل الوطني وتعزيز دستور المملكة المعدل في عام 2002. كما تناول بوتشيري التطور التاريخي لمنظومة حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية والمتمثلة في الانضمام والتصديق على عدد من الاتفاقيات. وتطرق المحاضر إلى أثر التطورات الحقوقية على مسار تحديث المنظومة القانونية في المملكة، منوها بأنه تم إجراء مراجعة وتحديثات شاملة لمنظومة القوانين الوطنية لضمان توافقها مع معايير حقوق الإنسان في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة. الحقيقة جاءت هذه المحاضرة في إطار استعداد البحرين الحقيقة في استحضار والاستذكار الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان بالتعاون مع معهد التنمية السياسية، وذلك من أجل تسليط الضوء على الإنجاز مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، السياق التاريخي والقانوني والتنظيمي. والحقيقة أبحرنا في هالندوة الطيبة مع ثلة كبيرة الحقيقة من الباحثين الأكاديميين وأيضا من موظفي الحكومة ومنظمات المجتمع المدني، طيف واسع من الحقيقة تسليط الضوء على أبرز هالمراحل والنقاط المهمة في مجال حقوق الإنسان.